بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. إحنا معك كالعادة. قبل ما نبدأ محاور حلقتنا النهاردة بنبه حضراتكم بالإجراءات الاحترازية اللي احنا تقريبا اتعودنا عليها. الأعداد بدأت تقل سواء كانت أعداد الإصابات أو أعداد الوفيات، لكن احنا عاوزين نستمر في الالتزام الجيد بالإجراءات الاحترازية اللي هي عبارة عن طبعا ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، في التجمعات، التباعد بقدر الإمكان، ومهم قوي دايما بنقول غسل الأيدي بالماء والصابون بصفة مستمرة. وأعتقد أن هي إجراءات ليست بالإجراءات الصعبة ولكنها سهلة جدا علشان نحافظ على صحتنا وصحة أهالينا وصحة المجتمع المصري وبلدنا بالكامل. ده مهم قوي، وعلشان نصل إلى زيرو وفيات وزيرو إصابات بمشيئة الله، الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضروري ومهم. الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة موضوع عام يهم كل أهالينا المزارعين والمربين في جميع المحافظات. كما هو معروف علشان يحصل تنمية للثروة الحيوانية في شقين: زيادة الإنتاج الحيواني بوسائل عديدة جدا، أو الحفاظ على الثروة الحيوانية الموجودة بالفعل. طبعا الحفاظ عليها من الأمراض المختلفة التي يمكن أن تصيب الثروة الحيوانية الموجودة في مصر. الحقيقة اللي بيقوم بهذا الدور الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ليها دور مهم جدا ودور كبير جدا في الحفاظ على الثروة الحيوانية الموجودة في مصر وأيضا على تنمية هذه الثروة. هنتكلم بالتفصيل عن الدور المهم اللي بتقوم به الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر، ايه الخدمات اللي بتقدمها لأهالينا المزارعين والمربين على مستوى الجمهورية، وكمان استعدادات الهيئة للحملات القومية للتحصين اللي احنا متعودين عليها الحقيقة منذ عدة سنوات واللي كان ليها دور كبير في محاصرة بعض الأمراض الوبائية اللي بتصيب الثروة الحيوانية زي الحمى القلعية والجلد العقدي. هنتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع وعن دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع ضيفي اللي بيشرفني في هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. بعد هذا الفاصل فانتظرونا. أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. طبعا زي ما أنا قلت في المقدمة، النهاردة معنا حلقة مهمة جدا هنتكلم فيها عن دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر وخطط الهيئة إن شاء الله في المرحلة القادمة. لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم اللي أنا شخصيا بكون سعيد جدا لما يكون معايا على الهواء، الأستاذ الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. برحب بحضرتك دكتور عبد الحكيم. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. دائما أسعد عندما تكون معي. وإحنا كمان بنسعد طبعا إن احنا نكون في شرف حضرتك. يعني في البداية، وطبعا إحنا كنا منذ عدة أيام قليلة بنحتفل بعيد الفلاح، بمناسبة أو بهذه المناسبة ياريت حضرتك توضح لأهالينا المربين الخدمات اللي بتقدمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لجميع المزارعين والمربين على مستوى الجمهورية. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني أولا احنا بنهني الفلاح في العيد الرقم 68. الفلاح ده هو الأمن الغذائي للبلد، كل سنة وهو طيب وكل سنة وكل المصريين بخير وسلام. الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبعا هي زي ما حضرتك عارف هي مسؤولة عن حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، الأمراض المستوطنة، والأمراض العابرة للحدود اللي هي بتيجي من الدول الأخرى. بالنسبة لنتكلم على الأمراض الوبائية المستوطنة، فإحنا بنعمل حملات قومية في مواعيد محددة من السنة بيتم من خلالها تحصين كافة الحيوانات في كل المحافظات من خلال لجان ثابته ولجان متحركه بتتحرك من بيت لبيت. ده طبعا بنعدله في اوقات محدده.
كذلك احنا بنوفر اللقاحات في الوحدات البيطريه طوال السنه، بحيث ان الحيوانات المولوده او الحيوانات اللي ما اتحصنتش فالتحصينات متوفره في الوحدات البيطريه وفي الادارات البيطريه على طول مدار السنه. احنا السنه دي لو بنتكلم كان عندنا طبعا مشكله مرض الكورونا، وده اثر طبعا بالظبط الكوفيد اثر على الانشطه من خلال الحد من الحركه بين المحافظات ومن خلال الدوله طبعا بالظبط يعني كده وتقليل القوى البشريه العامله طبعا يعني انما احنا برضه لحد كبير الحمد لله يعني قدرنا في خلال فتره الكوفيد ان احنا نحصن مثلا احنا اجلنا الحمله المكثفه ولكن استعدنا عنها بالتحصين من خلال الوحدات البيطريه من الناس المترددين على الوحدات البيطريه. احنا حصلنا حوالي 2 مليون واحد من عشرة 2 مليون و100 الف في الحمى القرعيه اثناء انتشار الفيروس في الكوفيد، وحصلنا ضد المقترصه طاعون المقترصه الصغيره في الاغنام والماعز، حصلنا ضد حمى الواد المتصدع، وحصلنا ايضا ضد الجلد العقدي. طبعا ظهرت معانا بعض الحالات الفرديه وتم الاستجابه السريعه من خلال توجيهات معالي وزير الزراعه باعمال عمليات الترصد والمسح للقرى. احنا بدانا ننزل القرى من خلال لجان لرصد اي اشتباهات مرضيه، حمى قلعيه، حمى وادي متصدع، جلد عقدي، طاعون المكرات الصغيره، جدر الاغنام. احنا لو لحد يوم 10/9 لحد يوم الخميس اللي فات احنا كنا زرنا حوالي 1326 قريه. دخلنا منازل حوالي بالظبط يعني 27442 منزل لحصر اي اشتباه ضد اي مرض. ده كان في محافظات الوجه البحري والقبائل 27 محافظه. 27 محافظه احنا بدانا يوم 9 اغسطس هذه الحمله الترصد المكثفه ان احنا ننزل القرى، ننزل على الاقل كل قريه بيديروا الاطباء بتوع الابيديميولوجي والوقايه لرصد اي حالات ظهرت من خلال ان هو بيسالوا الناس، بيسالوا في البيوت وبيسالوا مثلا شيخ البلد والعمده هل في ظهرت اي اصابات، وبنروح ونتقصى عن اي اصابه. لو لقينا اصابات واحنا فعلا لقينا بعض اصابات جلد عقدي، والحيوانات دي كانت معظمها كلها غير محصنه، ودي برضه فرصه نقول مهم جدا ان احنا التحصين اللي احنا بنقول عليه مثلا يعني احنا كنا بنقول مثلا بنحصن في شهر 2 وشهر 3 ضد الجلد العقدي، وكانت في ناس يعني ما كانش بيبقى فيه مرض موجود وبتمتنع، فلا ضروري ومهم جدا ان الناس تتجاوب معانا. بس اعتقد استجابه المربين دلوقتي دكتور عبد الحكيم احسن اختلفت من احسن من الاول، بس احنا برضه عايزينها توصل لان هم لقوا الحقيقه في نتيجه للتحصينات. بالظبط كده. يعني احنا طبعا هنوصل للنقطه ديت. احنا لما طبعا نزلنا اي حاله بقى لقيناها كان في اشتباه او كده يعني كنا على طول بندخل بعمليات الاستجابه اللي هي العلاج، رش الحظاير، رش ضد الحشرات الناقله للامراض، تحصين حلقي حوالين المنزل دوت او البؤره ديت في دايره قطرها 10 كيلومتر، وطبعا تعليمات بمنع نقل هذه الحيوانات. الحمد لله احنا الاصابات مثلا لو كنا بنقول مثلا يعني وصلت تقريبا يعني يمكن اقل من 1% من اللي احنا مسحناهم ده كله. لو بنيجي نتكلم بقى على احتواء الامراض تعتبر نسبه معقوله يعني ما تخوفش. خلي بالك يعني احنا برضو ايه احنا عندنا التركيبه الانتاجيه او ان احنا بنقول ان احنا بنتكلم على 70% او اكثر كلها حيازات صغيره كلها تربيه منزليه، وده واجه الصعوبه والتحدي في طبعا السيطره على الامراض حتى في الزراعه. بالظبط كده. كل ما الحيازات بتصغر كل ما بيكون في سهل جدا على الامراض انها تنتشر. ولكن الحمد لله السياسه والاستراتيجيه اللي متابعاها الهيئه العامه للخدمات البيطريه على مدار دلوقتي بقى لنا 3 سنين اتت على احتواء كثير من الامراض. يعني احنا بنتكلم عن الحمى القلعيه، لا الحمد لله احنا ما فيش حمى قلعيه السنه دي الحمد لله، يعني عدى الشتاء بدون اي مشاكل الشتاء الماضي. بالظبط كده. ده فتره المرض يعني الحمد لله واخد بحضرتك. برضو التتبع مثلا احنا بنتكلم عن الامراض العابره للحدود مثلا زي مرض الحمى الواد المتصدع. حمى الواد المتصدع كان في ليبيا، كان في السودان، ظهر في السودان في شهر 10 السنه اللي فاتت. الاجراءات الاحترازيه اللي احنا خدناها بتعليق الاستيراد وعمليه حزام امني بالتحصين في المحافظات الجنوب
البحر الأحمر أسوان نزلنا لحد الأقصر وقنا، دي برضو منعت دخول المرض. المرض اتحرك من السودان في 2020 إلى ليبيا وما زال موجود في ليبيا في أكتر من مكان جغرافي أو محافظة جغرافية في ليبيا. المرض نزل تحت كان في جيبوتي ورصد أيضا في أوغندا، إنما الإجراءات اللي خدتها العام خدتها وزارة الزراعة الحمد لله نقدر اللي هي عبارة عن إيه يا دكتور؟ اللي أنا أولا إحنا علقنا الاستيراد من دولة السودان رقم واحد. رقم اتنين التحصين الأمني في المنطقة كلها منطقة الجنوب، وحصلنا المحافظة كلها ضد حمر هذا المتصدع. التوعية احنا يعني عملنا اكتر من 153 ندوة ارشادية للمربين وحيز الحيوانات في محافظات المجاورة في حوزات الحدود اللي هي البحر الأحمر وأسوان. اي سيارات عربات بتنقل حيوانات تم رش هذه ضد الحشرات المعروف طبعا الناموس، والحشرات بتنقل مرض حمى الوادي المتصدع. كل الاجراءات ديت زي الجلد العقدي كده، زي الجلد العقدي بس حمى الوادي المتصدع بقى الجلد العقدي ما بيصيبش الانسان، انما المرض حمى الوادي المتصدع بيصيب الانسان ويؤدي الى وفاه ويعني مشاكل كتيره. يعني مرض الأمراض خطيره، الامراض المشتركه الخطيره بالظبط كده. يعني نقدر نقول الحمد لله مصر خاليه من حمى الوادي المتصدع؟ لا الحمد لله احنا لم نرصد حاليا، احنا لم نرصد. يعني انا بقول لحضرتك احنا كل اعمال الترصد. طيب عاوزين برضو ننبه اهالينا بالذات في محافظات الجنوب، يعني المربي لو شاف اعراض ايه على الحيوان يبلغه بسرعه. شوف انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اهم حاجه هي الكشف المبكر عن المرض. احنا عايزين نقول ان احنا لو احنا اكتشفنا بدري المرض او اي اعراض مرضيه على الحيوان بان هو بيخطرنا، احنا مش عايزين هو شخص بس يقول لنا ان الحيوان بطل ياكل، الحيوان حرارته عاليه، الحيوان فيه خمول. ما هي دي كويس. دي انت اول ما تيجي بلغ الوحده البطاريه او بلغ الرقم بتاعنا اللي هو 1905، الرقم المختصر 1905 1961. يا ريت الرقم ينزل على الشاشه اللي هو يعني الخط السريع للاستجابه لاي مشكله في اي مكان. شوف حضرتك خط الساخن، احنا لو حضرتك هتتذكر وهي الناس ما حسيتش بالمشكله ديت، كان في 2018 اخر 2018 كان في حد، احنا كان في وصلنا بلاغ انه حد عنده حيوانات محصنه ضد حمى قلعيه وظهر اعراض اشتباه الحمى القلعيه اللي هي الريال، فخدنا العينه ديت وبعتناها لمعامل صحه الحيوان وزاره الزراعه. المعامل قالت ان الفيروس ده مختلف عن الفيروس المصري، كان نوع من اسمه ساد، والساد ده تركيبته الوراثيه ترجع الى ساتو اللي موجود في ليبيا. فبالتالي احنا قلنا الفيروس ده مختلف عن الفيروس اللي عندنا. انما التحرك السريع ان احنا نسبق الفيروس او نسبق المرض قبل هو ما يسبقنا باتخاذ الاجراءات السابقيه. فلما معهد صحه الحيوان قال لا ده التركيب الوراثي مختلف بنسبه كبيره قوي توصل حراره 14%، ده خلانا ان احنا نقول طب نشوف اللقاحات اللي احنا بننتجها محليا واللي احنا بنستخدمها هل تصد ضد هذا المرض ولا لا؟ لان اللقاحات ما كانتش بتصد بنسبه عاليه، فقلنا خلاص يبقى ده هذا الفيروس يدخل في تركيب وتكوين اللقاح. وبالفعل المعامل الحكوميه والمعامل الخاصه هنا انتجت لنا بسرعه في خلال شهرين كان بعنا كميه من اللقاحات. معهد الامصال للقاحات، معهد الامصال للقاحات في العباسيه على طول. برضه من المعاهد المهمه جدا يعني. فالحمد لله ان احنا التحرك السريع من خلال البلاغ والكشف المبكر عن المرض خلانا خدنا الاجراءات السابقيه وعملنا لقاح ودخلنا بيه، عدينا 2019 ولم يرصد بعد مره، يعني لم يرصد هذا المرض. طبعا انت عارف الامراض ديت خد بالك بتبقى سريعه، الحمى القلعيه ده مرض سريع الوبائي، الهواء بينقله مثلا 200 كيلو طبعا خد بالك. فمهم جدا اي اعراض خمول على الحيوان بيختار اقرب وحده بطاريه او الادارات البطاريه التابعه ليها او الرقم المختصر 1905 61. ضروري جدا ده بيفيد وبيفرق ان احنا لما نكتشف المرض مبكرا نقدر نحتويه من خلال الاجراء، يبقى سهل السيطره عليه يعني حاجات كتيره زي كده. تمام. اثناء عمليات الترصد اللي انتم قمتوا بيها في الفتره السابقه، اكتر المحافظات اللي كان فيها يعني بعض المشاكل هو طبعا سواء كان في بحري او قطري. هو انا يعني احنا دلوقتي زي ما بقول لحضرتك احنا رحنا 27 محافظه. في ال 27 محافظه احنا زرنا 1362 قريه، يعني كل اللي احنا لمسناه مثلا ارقام يعني مثلا
عدد الحيوانات كلها مثلا اللي احنا لقيناها مثلا او زرنا احنا 27,000 منزل، المنازل اللي لقينا فيها اصابات ما حوالي 200 او حاجه زي كده يعني. خد بال حضرتك، ولقينا معظم تلك الحيوانات هي لم يسبق تحصينها بال، فعشان كده احنا بنأكد على ضروره يعني فعلا احنا لو بنتكلم عن الحمى القلعيه وان احنا قدرنا نحتويه، منعنا مثلا عملنا حزام ضد دخول الحمى الواد المتصدع لمصر، ده جه من استجابه الفلاح. يعني الفضل الاول لهذا يرجع الى الفلاح بان هو او المربي اللي هو بيحصن الحيوان بتاعته لما في او بينبه الاجهزه المعنيه يعني ان عندي مشكله علشان يبقى في تحرك سريع. لا يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لو الحيوان ما تحصنش احنا كلنا في خطر. طبعا البلد كلها في خطر. عشان كده بنقول ان الاساس في عمليات الاحتواء الامراض هو المربي، الاستجابه للتحصين في الوقت اللي احنا بنطلب فيه ده ضروري جدا وبيفرق معانا. ليه بقى؟ لان برضه احنا لازم نقول برضه للساده يعني اهالينا المربين، التحصين انا لما بحصن النهارده انا ما خدتش مناعه النهارده. لا ده مثلا الحمى القلعيه مثلا انا بحقنها النهارده بتديني مناعه بعد حوالي شهر، بعد 4 أسابيع. فاحنا بنعمل ايه؟ فاحنا بنيجي قبل موعد المرض او ما مثلا فصل المرض مثلا كان في الشتاء او في الصيف او كده، فبنيجي قبلها بمده وبنحصن بحيث ان احنا ندي فرصه للحيوان انه يتكون مناعات جوه، مثلا بيتكلم حوالي شهر. وبعدين لما بنيجي نقول مثلا احنا بنحصن تاني بعد 4 أو 5 شهور، ده لان التحصين هي التحصينات كده بطبعها، تحصينات الحمى القلعيه ما بتديش حمايه لمده سنه، هي بتدي لك 4 شهور 5 شهور بتدي. عشان كده احنا بنحصن النهارده وبعد 4 شهور بنرجع نحصن تاني، اللي بيها ان احنا نحافظ على مستويات المناعه عاليه بالزبط. ده اللي بيمنع انتشار المرض. وده اللي احنا كان التزام معانا في 2019 فرق في ان احنا نحتوي حمى القلعيه. طيب بهذه المناسبه دكتور عبد الحكيم، هل التحصين يمنع الاصابه بالمرض بمنتهى الامانه يعني برضو علشان الامور تكون واضحه؟ اولا شوف احنا دلوقتي بنقول ايه، التحصين المرض لما بيدخل جوه الحيوان بيتكاثر، الفيروس بيتكاثر وبيعدي حيوانات تانية. لو حصل ان هو الفيروس بيدخل مثلا بيدخل 1000 فيروس مثلا جوه الحيوان في المره الواحده الاولانيه، بيطلع ملايين. يعني الحيوان الواحد بياخد مثلا 10 اس 4 بناخد 10,000 فيروس مثلا عدوى، اللي هي اللي بيسموها ايه يعني الذر الدروبلت ديت مثلا، خد حضرتك الرذاذ ده ممكن يبقى فيه 10 في 10,000 فيروس. ال 10,000 فيروس دول بيطلعوا ملايين من الحيوان دوت المصاب. الحيوان ده بقى لو مصاب، لو محصن، العشرة دولت خد بال حياتك ما بيقدروش يخترقوا، وبالتالي ممكن تبقى عدوى موضوعية والفيروس يختفي ما يتنقلش لحد تاني. ادي فايدة التحصين. التحصين ده بيبقى زي حاجز بيمنع تكاثر وانتشار الفيروس. فأنا لما بحصن الحيوانات بتاعتي ففرصة ان الفيروس يتكاثر لا، ده بالعكس الفيروس بيقل. فأنا مثلا عشان الحمى القلعية تعمل الأعراض يبقى أنا محتاج على الأقل 1000 فيروس مثلا. اوكي طيب لو انا دخل 1000 في 10,000 فيروس دولت وطلعوا من الحيوان المصاب دولت طلعوا منه مثلا 200 فيروس بس، ال 200 فيروس دول غير كافيه انها تعمل مرض في الاخر، وبالتالي ما بيبقاش في فرصه للفيروس ان هو يدور وينتقل من مكان لمكان او من حيوان لحيوان. تمام، يعني نقدر نقول ان التحصينات هي اللي بتقلل من الحمل الفيروسي بالنسبه للحيوان وبتقطع سلسله انتقال المرض. يبقى إذن التحصينات يا جماعة مهمة جدا. وبرضو احنا بنقول زي ما قال الدكتور أبو حكيم ان الفلاح اللي بيحصن الحيوانات بتاعته هو مش بيحمي حيواناته فقط، ده بيحمي الثروة الحيوانية في مصر كلها. ده مهم قوي يعني التحصين اعتقد يا دكتور أبو حكيم نقدر نقول انه واجب وطني. بالظبط، يعني اذا كنت انت بتحب بلدك وعاوز تحافظ على الثروة الحيوانية اللي في بلدك لازم تساعد الهيئة العامة للخدمات البيطرية في عمليات التحصين. طبعا الرقابة كما هو معلوم أو الترصد كما هو معلوم استحالة أنه يكون بنسبة 100% في أي مكان في العالم على فكرة، مش في مصر فقط يعني، لكن الفلاح أو المربي زي ما بيقول الدكتور عبد الحكيم هو رقم واحد في اكتشاف المرض. اكتشفت أعراض أو ظواهر غير طبيعية على الحيوان ياريت حضرتك تبلغ أقرب وحدة بيطرية، أقرب إدارة بيطرية، أو تتصل بالخط الساخن اللي هو اعتقد هينزل على الشاشه 19561 علشان يبدا يكون في تحرك سريع
من أقرب مديرية طب بيطري خاصة بيك علشان نشوف المرض ونبدأ نعالجه. أنا أعتقد إن دكتور عبد الحكيم مهمة وطنية لكل مربي لكل فلاح. إحنا عايزين برضو نطمن أهالينا المربين، عشان كان برضو بعض بيشكك في إن اللقاحات فعالة وغير فعالة. مفيش لقاح بيتم السماح له باستخدامه إلا لما بيتم التأكد من إن هو اللقاح ده صالح، إن اللقاح ده كلمة صالح يعني إيه؟ يعني آمن، لما بحقنه ما بيعملش مشاكل في الحيوان، خالي من التلوث، مش أنا مثلا بحمي ضد الحمى القرعية يجيب لي مرض تاني، يبقى خالي. رقم ثلاثة الفاعلية، إن اللقاح فعال ضد المرض اللي أنا بحصل، وفي معامل معتمدة دولية منوط ليها تقييم هذه اللقاحات واديها شهادة صلاحية أو عدم صلاحية، وبالتالي إحنا ما بنسمحش باستخدام لقاح إلا لما بيثبت إن هو صالح ومعاه شهادة. أكيد. دي رقم واحد. رقم اتنين، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري مجهزين أولا بعربيات مخصصة للنقل للحفاظ على شروط الحفظ من درجات الحرارة، نتكلم من 2 لـ 8. عندنا سيارات، الوحدات البيطرية كلها مجهزة بالتلاجات والفريزرات المناسبة. ومش بس كده، ان احنا برضو في لجان تفتيشية بتنزل وتشوف التلاجات دي شغالة ولا مش شغالة، وبيتاخد منها عينات وبتتبعت للمعامل عشان نتأكد ان حفظ اللقاح سليم وآمن مظبوط ما فيهوش اي حاجة. ده اكيد. المعاهد البحثية يا دكتور عبد الحكيم اللي هي بتتعامل معها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، زي مثلا معهد بحوث صيد حيوان، زي معهد بحوث الأمصال واللقاحات، ايه وجه العلاقه بين الهيئه وبين هذه المعاهد؟ تمام. المعاهد الحمد لله يعني وزاره الصحه معاها معامل ومعاهد معتمده دوليا، عندها القدرات والبنيه التحتيه انها بتقدم الخدمات التشخيصيه. كنا بنتكلم على الزراعه تقصد؟ بالظبط كده، وزاره الزراعه. يعني احنا بنتكلم على معهد صحه الحيوان ده معهد معتمد دولي في تقييم في عمليات العزل والتشخيص. اللي احنا عايزين نقوله بقى البنيه التحتيه فرقت في ايه؟ احنا بنتكلم في الثلاث اربع سنين اللي فاتت، يعني احنا لما ذكرنا دلوقتي مثال مرض السات 2 بتاع ليبيا، الاول احنا كنا بنبعت العينات ديت لمعامل في اوروبا، تحديدا في انجلترا، معامل مرجعيه. كنت عشان تبعت العينه اللي هي اشتباه، انا مش عارف الفيروس ده ايه، فكنا بنبعت العينه لبربرايت، معمل بربرايت في انجلترا، عشان تبعت وتجيلك النتيجه. كانت العمليه دي بتاخد 3 شهور. يمكن يكون المشكله تفاقمت، خلاص 3 شهور وكمان خرجت عن السيطره يعني. بالظبط كده. الحمد لله دلوقتي يعني عنصر الوقت مهم قوي جدا. فالمعامل دي بقت مجهزه بالمعدات الحديثه بالكفاءات والتدريب العالي. فانا بقول لحضرتك احنا على طول اكتشفنا ان العتره بتاعه سات ليبيا دي انها عتره انها سات 2 وسات ليبيا ومختلف عن مصر، ده من خلال القدرات ان هو يقدر يشخصها ويعرف دي جايه منين. لا دي قال لك دي مختلفه عن مصر، دي غير بتاعتنا، وتركيبتها غير تركيبه اللقاح اللي احنا بنستخدمه. المعامل برضو بتاعت الرقابه دي برضو معامل معتمده دوليا، انت بتتبع برضو وزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه، وعندها القدره على تشخيص كافه اللقاحات. على طول ودينا له المعزوله، قلنا له هل اللقاحات اللي موجوده عندنا في مصر هتصد ضد هذا المرض ولا لا؟ قال لا. يبدا بقى يشتغل علشان خلاص. اول ما قال لا، احنا بعتنا المعزولات لمين؟ واحنا يعني كانوا ده كل ده بقى بالتوازي، يعني احنا خدنا العينه من صحه الحيوانات بعتناها لمعهد الامصال واللقاحات البيطريه، وفي نفس الوقت الرقابه كانت بتختبر. فالرقابه قبل ما تخيل كان ده بيشتغل على العتره على انه مرض مختلف. ويبتدي ينقيها ويبتدي يحولها من مرض، يحولها الى بذره لقاح اللي هي فيروس سيد او فاكسينال سيد. على مدى قال النتيجه كانت بدات مع معهد الانتاج الامصال واللقاحات البيطريه بدا ينتج، وكبر برضه في برضه شركه ثانيه معرض، شركه مصريه خاصه برضه بدات تنتج معانا اللقاح. احنا كان في اول حمله قوميه كان معانا كميات نقدر نبدا بيها الحمله، والحمد لله. انا بقول لحضرتك ودي كانت احد الاجراءات. ده جاي منين؟ ان البنيه التحتيه القويه وتوفر الاجهزه والمعدات والمواد التشخيصيه في معامل وزاره الزراعه، ده فرق معانا. قبل كده لا، احنا كنا بنقعد بالشهرين والثلاثه عشان نعرف النتيجه. انا مش بس كده، الحاجات كتير انا هقول لحضرتك عليها. يعني انت مثلا في يناير 2019 في مزرعه بط في
في الدهلية، فإحنا بناخد عينات قبل البيع. بالصدفة اكتشفنا، أو يعني مش بالصدفة، إحنا لما بناخد عينات بتتبعت للمعامل، وبعد كده بندي تصريح بالبطنة أو الفرخ إنها تتباع. لقينا إن في فيروس اسمه H5N2، ده أول مرة كنا نشوفه. H5N2 أنفلونزا الطيور. طبعا H5 H5N1 ده الموجود، أو H5N8، إنما ده كان H5N2. فالمعامل قالت لنا لا، ده العتري. فبالتالي رحنا متحفظين على هذه الطيور. في خلال 48 ساعة معامل صحة الحيوان قالت لنا الفيروس ده مختلف عن الـ H5 بتاعنا. وبالتالي احنا ايه اللي عملناه؟ ان احنا تحفظنا على هذه الطيور وخدنا الإجراءات ضدها وتخلصنا من السبلة بعد التطهير بالطريقة الأمنة، وعملنا تحصين حوالين المزرعة باللقاحات الفيروس، وبعد كده عملنا عملية تقصي، ان احنا خدنا مسوح من القرية كلها، لقينا ان الفيروس ما تنقلش براها واحتويناها في خلال 2019 كلها وحتى تاريخنا النهاردة لم نرصد هذه العترة. ده بيجي منين بقى؟ من قدرات المعامل التشخيصية. المعمل انك تدي له عينة، عشان كده احنا بنقول البلاغ والاشتباه والاستجابة المبكرة لأي تغير أو أي أعراض، مثلا في خمول الحيوان نزل رأسه، بناخد العينه في خلال 48 بنعرف احنا عندنا ايه، وبالتالي بنقدر ناخد اجراءاتنا الاحترازيه او الاستباقيه مع الوقت ده بياخد قد ايه يا دكتور ابو حكيم؟ يعني انا اكتشفت عتره جديده، بلغت معهد بحوث الساعه الحيوانيه، قال لي دي عتره جديده مش موجوده، وبعدين هنتقل لمعهد بحوث الامصال واللقاحات عشان ينتج لي بقى الايه المصل، ياخد وقت قد ايه؟ ده كله واخد بال حضرتك ممكن ياخد في خلال خمس ايام بنكون عرفنا كل حاجه، خدنا العتره. وقت مهم قوي. بتفرق طبعاً. انا بقول لحضرتك يعني الاجراءات الاستباقيه اللي عملناها مع سات ليبيا ده، ان احنا اللي سبقنا المرض مش هو اللي سبقنا. الاجراءات الاستباقيه الحقيقه مهمه في كل شيء، ده مهم قوي. طيب معانا سليمان من اسيوط. الو. اهلا يا سليمان. الله يخليك. عندي حيوانات حضرتك عندها خمول. خمول؟ فين؟ عندي مزرعة ومأمن عليها ومرخص عليها. المزرعة فيها كم راس يا سليمان؟ فيها 30 راس. 30 راس في أي مركز؟ مركز أبوتيج النخيلة. مركز أبوتيج النخيلة. 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 طيب حاضر. حاضر. الاسم سيادتك محمد سليمان. حاضر، هناخد سيب بياناتك في الكنترول. إيه الأعراض التانية اللي أنت شايفها غير الخمول؟ الخمول ودرجة الحرارة مرتفعة. الحرارة مرتفعة. طيب تمام. في القطيع كله في 30 راس؟ لا مش كلهم حضرتك. طيب تمام. هو عم محمد سليمان اسمه. عم محمد سليمان؟ اسمه سليمان. انا عايز اسأل حضرتك، انت دخلت حيوانات جديدة على القطيع دوت؟ يعني انت اشتريت حاجة قريب؟ لا يا فندم، لا. ما اشتريتش؟ لا ما اشتريتش حيوان. تمام. في أي إصابات حواليك؟ يعني هل لا في لا مفيش اصابات. انا كان في عندي جلد عقدي والحاله دي كويسه والاصابات مشي. طيب طبعا احنا دلوقتي هناخد تليفون حضرتك، وان شاء الله بكره يبقى في حد عند حضرتك يتواصل يجي لك عندك المزرعه بتاعتك، فيا ريت تاخد بال حضرتك تكون متواجد بكره والناس هيتواصلوا معاك ان شاء الله. شكرا يا سليمان. طبعا يعني هو بيقول ما دخلش حيوانات جديده. هو طبعا انا ما حضرتك تتوقع ايه؟ ولا طبعا لازم لجنه وتروح وتشوف؟ هو طبعا لجنه تروح وتشوف ايه الموضوع. انما هو اهم حاجه بالنسبه للعم سليمان دلوقتي ان هو مفيش حيوانات لا تخرج ولا تدخل على هذا القطيع، يعني لحد ما يخرجش حيوانات. لا يعني هو طبعا هو معانا عم سليمان، مهم جدا ان احنا الحيوانات ديت ما تخرجش ولا تدخل. احنا بكره ان شاء الله باذن الله هنوصي لجنه تيجي لحضرتك عشان تشخص ايه الحد، وهندخل بقى ان كان في علاج، ان كان في تطهير، ان كان في تحصين، ان كان في اي حاجه ان شاء الله. ده شيء رائع. حضرتك قلت لي انه المده لا تتعدى 5 أيام من اكتشاف مرض جديد لحد ما نعرف. وبجهز الفاكسين بتاعه. طيب الفاكسين طبعا بياخد وقت تركيبه، بس هي ان انت تعرف انت عندك ايه ده مهم جدا. وتعرف بدري بتفرق. انتاج الفاكسين بياخد وقت؟ اكيد طبعا. وقت قد ايه؟ على حسب بقى انت بتنتج ايه وكميه قد ايه. يعني انت مثلا، انا هقول لحضرتك، يعني انت مثلا عشان تنتج مثلا 4 مليون جرعه من لقاح ممكن تاخد شهر وشويه، شهر ونص كده. لان بصراحه عنصر الوقت في الموضوع ده مهم جدا. طيب الموقف الوبائي دلوقتي بالنسبه للثروه الحيوانيه في مصر بصفه عامه عباره عن ايه؟
هو الحمد لله ما عندناش، احنا قلنا عندنا الشتاء اللي فات احنا ما عندناش صوره وبائيه قد ما عندنا حالات فرديه لاصابات. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا بحيي صراحتك بصراحه. لا هتلقى فيها مواصله، يعني احنا شوف، هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان احنا في ايه ونتحرك له بسرعه ده شيء وارد. انا بقول لحضرتك انت بتتكلم ان 70% 80% عباره عن حيازات صغيره وتربيه منزليه. في ناس ما بتستجيبش للاسف للتحصين، ودول اللي بيعملوا مشكله، او اللي هو برضو يعني المشكله الاكبر كمان الناس اللي هي بتدخل وتخرج حيوانات من غير ما تعرف انها متحصنه ولا مش متحصنه. يعني عشان كده بنقول ضروري جدا ان انت تاخد تشتري حيوان يكون مرقم ويكون معاه شهاده صحيه. اللي بيها تبقى انت عارف الحيوان ده حصل. انتهي من المشكله دي يا دكتور حكيم. يعني انا من وجهه نظري يعني الشخصيه ان فعلا دي مشكله رئيسيه ومشكله خطيره. يعني هو برضو احنا عايزين نقول يعني برضو هو الوعي، وفي ناس بتخاف متخيله ان كل الحيوان يرقم او انه بقى له شهاده وان هو يسجل، فان ده هيدخل بقى في مشاكل مع الحكومه مع الضرايب مع لا لا لا. هي الكلام ده مش موجود خالص ولا غير وارد، بل بالعكس خالص احنا بنعمل لمصلحتك. ده بل بالعكس ان احنا دلوقتي نبقى احنا عارفين الحيوانات دي متحصنه ولا مش متحصنه. يعني وان شاء الله يعني بعد كده هيبقى صعب جدا ان حيوان يتحرك من مكان لمكان او ينقل بدون ان هو يكون معلق الرقم ويكون معاه شهاده صحيه. طيب معانا حسين من قنا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عايز اسال عن اجراءات التامين على المواشي. عن ايه؟ التامين على الماشيه. طيب انت فين يا حسين؟ جنى. في هنا. عندك كم راس؟ 10. 10 ما شاء الله، ربنا يزيدك يعني. طيب حضرتك حابب تامن يعني؟ ايوه اكيد طبعا، عشان كده بس. تمام طيب حاضر حاضر. في سؤال تاني؟ لا شكرا. شكرا شكرا يا حاج حسين. طبعا ده مربي بيسال على التامين على الماشيه، ودي حاجه كويسه الحقيقه، لان احنا بالنادي دايما كل المربين يا جماعه امنوا على المواشي بتاعتكم، لان ده اولا واخيرا في مصلحتك انت يعني، لانه لا قدر الله حصل نفوق لاي حيوان انت هتاخد تعويض. طيب بالنسبه لحسين نقول له ايه؟ هو طبعا ده شيء كويس ان هو، لان التامين دوت هيخدمه في حاجات كتير غير التعويض، هيخدمه في ان هو الحيوانات بتاعته هتتحصن وهيتم متابعتها، ولما تحصل معاها مرض ولا اي حاجه كل الحاجات دي كلها الوحدات البيطريه او البيطريين الموجودين في المنطقه بيتابعوا حيوانات وبيرصدوا، فده فرصه ان الحيوانات كلها تبقى تحت الرقابه وتحت المتابعه بصفه مستمره. بالظبط. اعتقد دي كمان نقطه مهمه قوي ومهم جدا للناس، يعني بصرف النظر عن موضوع التعويض يعني. بالظبط كده. بالظبط زي ما احنا قلنا خد بال حضرتك دائما وابدا الكشف المبكر عن المشاكل بتبقى الخسائر منها اقل. انما الحيوانات اللي بتتساب وبتهمل واخد بالك المرض طيب هو يتوجه بقى لقسم الانتاج الحيواني في لا هو يتوجه للوحده البطاريه اللي هو تابع لها. واخد بال حضرتك، واحنا برضه هناخد تليفون ونديه للصندوق التنمية المشي عشان يتواصل. تمام تمام. طيب معانا محمد من المنصوره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا بحضرتك، اتفضل. لو سمعت عايزين نسال الدكتور، عندي بقره بقى لها 9 شهور دلوقتي والده وما عشرتش. تمام. 9 شهور ما عشرتش؟ والده بقى لها 9 شهور. تمام. وديت لها 3 مرات حقن اللي هي بتاع الشياع ديت برضه وما فيش. تمام. فعايزين نسال الدكتور في المنصوره. ماشي يا عم محمد. فين في المنصوره يا حاج محمد؟ من نيشا مركز نبروه. طيب سيب بياناتك في الكنترول بعد اذنك. طبعا حضرتك عرضت الحيوانات على طبيب بيطري او على الوحده البيطريه؟ عرضها. عرضتهم ومحسنهم قريب اهو. تمام تمام. احنا عم محمد بنعمل دلوقتي في بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات بالهرم. بنعمل دلوقتي قوافل علاجيه مجانيه لحالات ضعف الخصوبه والعقم. طبعا واضح ان في مشكله هنا في ضعف الخصوبه في البقره ديت، فانا باذن الله يعني هنبلغ بيها الاداره البطاريه اللي حضرتك تابع بيها وهنشوف ان هيجي لك حد ان شاء الله يا حاج محمد يشوف القصه يعني.
بشكرك يا حاج محمد. حضرتك كان في الحقيقة موضوع أثير في وسائل التواصل الاجتماعي من فترة، يعني برضو أنا يعني عاوز أعرضه على حضرتك بحيث برضو نعرف الحقيقة إيه، يعني اللي هي كانت بخصوص يعني بعض الأبقار محملة على عربيات نصف نقل. أيوة، أيوة، وعبارة عن حوالي 4 عجول، و قالوا ان هي مريضه بالدرن، وان العجل ده لما يندبح هيشارك فيه حوالي 200 اسره. يعني برضو علشان نشوف يعني الشائعات بتتم ازاي، 200 اسره يعني حوالي 600 فرد على الاقل هيعرضوا للمرض، وبحسبه بسيطه تكلفه علاج المرض او علاج الفرد 18 ألف جنيه، يبقى العلاج حوالي 10 مليون جنيه. ما شاء الله، يعني ده كلام، وطبعا واضح في الصورة رقم العربية والأبقار المحملة الموجودة على العربية. أولا حقيقة الموضوع ده إيه؟ هو اتنشر على الفيسبوك الصورة العربية اللي هي نقل الفيوم ديت، واللي نشر طبعا يعني يا اما ما عندوش فكره يا اما هو عايز بالظبط يا فندم مغرض. خلينا نتكلم بصراحه يعني اولا لان هو لو وطني يا دكتور عبد الحكيم معلش يعني يبلغ. ما هو في اجهزه معنيه وفي خط ساخن زي ما احنا بنقول، لكن في ناس هدفها الشوشره واثاره البلبله. بالذات ناخد بالنا اليومين دول لان بلدنا بتجري يا دكتور عبد الحكيم، تنمية ما شاء الله، إنجازات في جميع المجالات. هم عاوزين يفرملونا وعاوزين يرجعونا للعصر السابق، وده مش هيتم. إحنا بقى مكملين تنمية، مكملين إنجازات، مكملين تقدم، مكملين في كل الاتجاهات. وموتوا بغيظكم، يعني حقيقة الموضوع ده هو الكلام ده اتنشر من حوالي يمكن 10 ايام او حاجه زي كده. حتى يعني كان في اهتمام من الوزاره بهذا الموضوع، وازاي نسمح بحاجه زي كده، وباهتمام كمان من معالي الوزير. يعني انا اتذكر انه كلمني بالليل يمكن الساعه 11 بالليل على الموضوع دوت. اللي احنا عايزين نقوله، لو كانت الصوره ما موجوده عند حضرتك موجود. مثلا او ما قدام الساده، اولا اللي احنا عايزين نقوله ايه، ان الحيوانات بالصوره دي لا يسمح بذبحها في المجازر. طيب ويس. يعني خلينا حضرتك تشرح لي القصه. بس معانا فتحي من البحيره. الو، السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور انا عندي عجول صغيره ويجي فيها حبوب، وكل الدكاتره جبتها برضه الحبوب مش راضي يمشي منها. فيها حبوب؟ الحبوب ثقوب رطوبه. الحبوب اللي هتطلع من العجول وجسم العجل كله تلاقي حبوب. حبوب ولا رقوب ولا صحيح. طيب لا، انت يا دكتور بوب. انت فين في البحيره يا حاج فتحي؟ في مركز ابو المطامير. كم حيوان عندك في الاعراض دي؟ في بتاع حوالي 4. 4. طيب وبيعدوا بعض. يعني هو الصوت مش واضح قوي، لكن عموما سيب بياناتك في الكنترول، والدكتور عبد الحكيم يعني هيتواصل مع مديريه الطب البيطري في البحيره ويديهم تليفون حضرتك ويتواصلوا معاك ويحلوا لك المشكله. بشكرك. لا يا حاج فتحي، احنا تحت امرك واحنا موجودين هنا عشان نخدمكم يعني. بشكرك. حاضر يا حاج فتحي، اتفضل. نرجع للحاله، نرجع تاني بقى للقصه. طبعا احنا كانت في رقم العربيه، فاحنا بعتنا بلاغات للكمائن علشان اولا كون النوين الحيوان بالصوره دي ده مخالف للقوانين. حيوان في عليه اعراض مرضيه، دي رقم واحد. فبعتنا للكمائن برصد هذه السياره او باي حيوانات عليها اي اعراض او غير مرقمه بالضبط. كويس. وبعتنا لكل المجازر لو في اي اشتباهات يبلغونا. المهم ان احنا توصلنا لان الحيوانات دي موجوده دلوقتي فين؟ في حته اسمها بيهمو، قريه بيهمو في سنورس تتبع محافظة الفيوم. يعني وصلتوا للعربية؟ وصلوا وصور. طبعا الحيوان ده موجود الصور دلوقتي عليه. الحيوان ده اتعالج تماثل للشفاء. الشبه كان جلد عقدي وليس ضرن زي ما أشيع. وخد الرعاية والعلاج، واحنا دلوقتي منعينه من خلال التنبيه على صاحبه بمنع النقل
لحين تمام الشفاء، والحيوان دلوقتي تمثل الشفاء والصور اللي هت يا ريت لو حضرتك كنت جبت تليفون يعني صاحب هذا الحيوان كنا عملنا معاه مداخله على الهواء حتى ممكن عشان نوضح الحقيقة. نتداخل مع مدير المديريه طبعا هم مدير مديريه الطب البيطري في الفيوم يا ريت الزملاء لو يجيبوا لنا مدير مديريه الطب البيطري بالفيوم، لكن انتوا اخذتوا الاجراء. ما انا بقول لحضرتك والحيوان دلوقتي موجود فين ومتابعينه في يعني الاداره البيطريه في سنوريس عالجت الحيوان والحيوان بقى تمام لحد يوم الخميس. طبعا كانت في تعليمات بعدم نقله عدم وبرضه انا برضه بس عشان يعني البلبله طبعا ده ما هوش ضرر ما هوش سل. الحاجه الثانيه ان الحيوانات دي ما بتدخلش لو راحت مجزر ما بتتذبحش. وعلى كده برضه هنا برضه مهم جدا ان احنا ما نشتريش غير لحوم مختومه ذبحت في المجازر. طبعا يعني انا عايز اقول يعني احنا ناخد من كده من النقطه دي ان مهم جدا انك انت تشتري من عند جزار بيذبح في السلخانه او اللحوم ديت عليها ختم السلخانه لضمان ان تم الكشف عليها. ده مهم بس. على فكره احنا لو عملنا كده هنحاصر كل المشاكل اللي موجوده في الثروه الحيوانيه. لان طبعا في اكيد بيتم للاسف الشديد مازال الذبح خارج المجزر وبيتم بيع اللحوم والمواطن بيشتري مش عارف اللحمه دي فيها ايه بالظبط، والكلام ده في منتهى الخطوره. طيب استعدادات الهيئه بقى لفصل الشتاء القادم، واحنا طبعا يعني مقبلين عليه، ودايما اعتقد بيكون في طوارئ لانه معظم الامراض بتظهر في فصل الشتاء. هو بدءا ان احنا زي ما قلت لحضرتك بدانا دلوقتي عمليات الترصد والمسوح للقرى. الحاجة الثانية إن شاء الله إن إحنا خلال أسبوع وحاجة هنبدأ الحملة القومية. طبعا إحنا يعني بدأنا نفوق من موضوع الكورونا وبدأت القوة نستعيد القوة البشرية للعمل. هنبدأ بقى حملة المكثفة الأولى بقى إن شاء الله بعد الكوفيد بعد الكورونا ضد حمى القلاعية وضد حمى الوادي المتصدع. الأسبوع اللي فات طبعا إحنا في حاجة اسمها دي الأمراض المستوطنة، في حاجة اسمها الأمراض الوافدة. إحنا الأسبوع اللي فات مع الصحة الحيوانية مع المعهد الصحة الحيوان تبع وزارة الزراعة مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو كنا عملنا اجتماع علشان نعمل الخطة الاستراتيجية للموسم اللي جاي دوت. احنا بنتكلم بقى على الانفلونزا الطيور، بنتكلم على الحيوانات اللي جاي من بره. مثلا احنا بنستورد الجمال، في حاجة اسمها ميرز كورونا، مرض ميرز كورونا الحمد لله مش موجود في مصر، المرض ده عامل مشاكل في السعودية. فبنشوف بقى الاستعدادات والتجهيزات لفحص والعمل برامج المسوح والترصد لهذه الأمراض. يعني هتبداوا الحمله القوميه خلال اسبوع باذن الله تعالى ان شاء الله نبدا الحمله القوميه للحمى القلعيه وحمى الوادي المتصدع. وضروري زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، انا لما بحصن النهارده مش عشان خاطر في مرض النهارده، لا ده انا عشان كمان شهرين ثلاثه الحيوان دوت ما يتعرضش لمشكله. طيب معانا انور من اسوان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليك يا دكتور، وعايز اقول لحضرتك ان حضرتك واجهه مشرفه لوزاره الزراعه. ربنا يحفظك. وتحياتي لضيف حضرتك المحترم. ربنا يحفظك، اتفضل. انا يا فندم من السؤال، هو عباره عن طلب يعني من وزاره الزراعه ان هي تعظم دور الارشاد الزراعي شويه. يعني انا مثلا ممكن يكون معايا حيوانات، يعني انا مثلا عندي 14 تمام يا فندم. انا ممكن يكون عندي حيوان معين عنده مرض معين او معظمهم عنده مرض، وانا عشان ما عنديش ثقافه بيطريه طبيه وما اعرفش. حضرتك تقصد الارشاد البيطري توعيه؟ تمام بالظبط يا فندم. هو ده اللي انا طالبه. بشكر حضرتك وبشكر كل القائمين على وزاره الزراعه. والله انا بشكرك جدا يا حاج انور، على لان حضرتك الحقيقه بتثير نقطه مهمه جدا، وحرصك على التوعية، ولأن التوعية دي مهمة جدا، ولأن الفلاح هيعرف ازاي انه حيواناته مصابة غير لما يكون عنده ثقافة، عنده توعية وعارف اعراض الامراض المختلفة علشان يبلغ الجهات المعنية. اعتقد انور سؤال رائع يعني. واضح ان بسم الله ما شاء الله يعني. التوعية طبعا مهمة جدا يا عم انور. لازم نبقى عارفين الامراض اشكالها ايه،
ونتعامل معها ازاي ونتحرك لفين. فالتوعية ده شيء ضروري مهم. احنا برضو احقاقا للحق يعني طبعا ما كناش قادرين. احنا عندنا في برنامج توعية احنا بنعمل لا يقل عن 7000 ندوة إرشادية مثلا كل سنة. طبعا العملية احنا ما قدرناش نعملها علشان خاطر الظروف اللي فاتت طبعا التخوف من بالذات احد الاجراءات الاحترازية عشان مرض الكورونا. فاحنا الى حد كبير كان كنا موقفين هذه البرامج التوعية من خلال الندوات والسيمينارات. انما زي ما قلت لحضرتك احنا كنا الاسبوع اللي فات كنا قعدنا مع بعض عشان بقى نبتدي تدريجيا نرجع تاني وننفذ هذه برامج التوعية بالظبط كده. اعتقد كل مديرية فيها قسم للارشاد البيطري. كل مديرية طب بيطري بالظبط كده فيها إدارة مش قسم. إدارة الإرشاد والتوعية والخدمات والإرشاد. وإحنا فندم برضو اللي إحنا يعني الحلقة النهاردة إرشاد يعني برضو هي فرصة طبعا إحنا نتواصل مع أهالينا يعني كل برضو برامجنا الحياة في قناة مصر الزراعية هي عبارة عن إرشاد زراعي وإرشاد بيطري. لأن همنا الأول والأخير هو مصلحة المزارع ومصلحة المربي. يعني طبعا وإحنا مقبلين على بداية الحملات القومية للتحصين حضرتك وجه نداء بقى للمربين نقول لهم ايه؟ الامراض والمشاكل المرضية هي مسؤوليتنا انا وانت حضرتك في المقام الاول واحنا نساعدك. انت البداية اهتمامك وتجاوبك معانا بان احنا نحصن وانك انت يعني تشجع الاخرين على ان هم كمان يقدموا حيواناتهم ده شيء ضروري واساسي عشان نحمي البلد من الامراض. الامراض بتتنقل بسهوله جدا عن طريق الهواء، بتتنقل بسهوله جدا من خلال الاسواق اللي كان الحيوان بيروحها او انت جايب حيوانات مش باين عليها اعراض انها ممكن تشيل المرض. فعشان كده بنقول ضروري جدا 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 هي رقم واحد ان انا احصن الحيوانات اثناء الحملات القوميه لانها محسوبه. أنا النهاردة هحقن النهاردة يوم كذا هيبقى أنا عندي الحيوانات بتاعتي فيها أجسام مناعية كافية تحميها ضد الأمراض كذا. دي رقم واحد. طيب رقم اتنين إنك أنت لو في أي أعراض خمول الحيوان وطى راسه أكله بدأ يقل أي أعراض على طول تبلغ. ليه؟ لأن أنا في الحالة دي يبقى سهل جدا إن احنا نتدخل، سهل جدا إن احنا نحتوي المرض. انما لو المرض انتشر الفيروس بيتكاثر بكميات كبيره جدا. لو انا عندي حيوان واحد بس الحيوان الواحد ده ممكن يعدي البلد كلها، ممكن يعدي القريه كلها. فضروري جدا ان انا ابلغ عن اي اصابه. طبعا كلام حضرتك مهم جدا، وزي ما حضرتك ذكرت ان المربي هو العنصر رقم واحد في الحفاظ على الثروه الحيوانيه في مصر. الاجهزه المعنيه الحقيقه واخده بالها، الاجهزه المعنيه موجوده وجاهزه، لكن حضرتك تدلها. عندك أي مشكلة تواصل بسرعة مع الإدارة البيطرية أو مع الوحدة البيطرية القريبة منك، أو على الأقل والموضوع سهل جدا اتصل بالخط الساخن 19561 هتلاقي استجابة سريعة. وعلى فكرة اللي بيرد على الخط الساخن طبيب بيطري أو طبيبة بيطرية، يعني مش موظف عادي، يعني هيفهم منك إيه المشكلة، هيفهم منك إيه الموضوع، وهيوجه بسرعة مديرية الطب البيطري اللي حضرتك بتتكلم من خلالها لحل المشكلة. إذن حضرتك العنصر رقم واحد للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر. احفظ واحمي حيواناتك علشان نحمي الثروة الحيوانية الموجودة في مصر بالكامل، لأن طبعا ده دورنا. ودلوقتي الحمد لله الإمكانيات موجودة، ما عادش زي الأول إنه الأجهزة المعنية بتتحرك لما يكون في مشكلة، لا. لكن زي ما قال الدكتور عبد الحكيم دلوقتي في خطط استباقية لمحاصرة جميع الأمراض الموجودة في الثروة الحيوانية. للأسف وقت الحلقة انتهى سريعا مع حضرتك. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين لا يسعني إلا نتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. بشكرك جدا يا فندم على هذا اللقاء. شكرا لحضرتك وشكرا طبعا لأهالينا المربين يعني. الشكر أيضا لكم على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر
من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.